صحة. لا طبعا في ناس كتير جدا كانت بتتكلم على موضوع نقل الأعضاء، وللأسف الشديد نفس الغلطة اللي بنقع فيها كل مرة بنتناقل الأخبار الغير صحيحة. وزارة الصحة قالت لا يجوز نقل الأعضاء ولا الأنسجة إلا بموافقة المتبرع أو أقارب من الدرجة الأولى. ده اللي أكده الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، إن نقل وزراعة أي عضو أو نسيج بشري يستوجب موافقة واضحة من متبرع أو موافقة من مريض متوفي من خلال وصية مكتوبة هو بيتركها أو موافقة أقاربه من الدرجة الأولى. وصرح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية أن قانون زراعة ونقل الأعضاء لسنة 2010 حدد ضرورة موافقة المتبرع نفسه أو أن يترك وصية أو قرايبه من الدرجة الأولى يوافقوا على نقل وزراعة الأعضاء أو الأنسجة. ده يعني التوضيح النهائي بهذا الشأن، أي تصريح أخرى صدرت غير مظبوطة أبدا. وإن شاء الله هنحاول نحن يعني نبقى نناقش معكم هذا الموضوع بالتفاصيل، بس كان لازم نوضح الأمر بتفاصيله.